هل يشترط في أيام الاعتكاف المنذورة التتابع؟ إن نذر زمناً معيناً تابعه ولو أطلق، إن نذر عدداً له تفريقه، مما يباح للمعتكف الخروج لأجله. لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له. كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، كقيء بغتة، كبول وغائط، وكطهارة واجبة، وكغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. الأولى في الجمعة للمعتكف ألا يبكر للجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، له المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. يباح للمعتكف في المسجد غسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه. لا يباح للمعتكف في المسجد بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. عيادة المريض وشهادة الجنازة للمعتكف. لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به إلا أن يشترطه. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.